كشك الصحافة حلقة جديدة إلى العناوين. يمن مونيتور: الحوثيون يضعون قانون الطوارئ تلافيا لمجاعة قادمة، والتجار يخشون اقتحام مخازنهم. المصدر أونلاين: حملات تجنيد لطلاب المدارس في صنعاء والمحافظات الخاضعة لهم. الحرب اليمنية تدخل مرحلة مظلمة بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء. ومن الأخبار المنوعة من صحيفة البيان: رحيل رسام الكرتون الأشهر توم أند جيري. أهلا بكم مشاهدينا. البداية من يمن مونيتور، من تقرير خاص كشفت فيه عن إعلان حكومة الحوثيين في صنعاء: لا يوجد استقرار للسلع الغذائية وضبط للأسعار إلا بإعلان قانون الطوارئ في البلاد. نقل مراسل يمن مونيتور في صنعاء عن مصادر في الحكومة أنه عقد اجتماع سري مع كبار المستوردين والتجار في صنعاء، لكن التجار رفضوا قانون الطوارئ محذرين من أي خطوة يتم الإقدام عليها في هذا الجانب. قال يحيى الحباري، وهو أحد كبار التجار والموالي لجماعة الحوثي خلال الاجتماع، قال: احذروا، فلا مقارنة بين المشتقات النفطية ومادة الدقيق، وازدحام المواطنين على المواد الغذائية لن يكون كازدحامهم على محطات البترول، بل ستكون مجاعة، وسيتم اقتحام المخازن من قبل المواطنين لأن الجوع كافر. في الاجتماع الذي منعت فيه وسائل الإعلام من الحضور، قال مراسل يمن مونيتور: صالح شعبان وزير المالية في حكومة الحوثي تطرق إلى العملات المالية في وجود صعوبة كبيرة في ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية وأسعار مواد المشتقات النفطية وتحكم أسعار الصرف في السياسات التجارية. قال مصدر في حكومة الحوثي وفضل عدم الكشف عن اسمه ليمن مونيتور، قال إن قانون الطوارئ قد وضع أمام لجنة متابعة الوضع الاقتصادي كآلية نحتاج إليها وكتدخل سريع لإنقاذ الشعب من مجاعة قادمة. عشرات من القتلى والجرحى في مدينة ذمار جراء استهدافها بغارات للتحالف كما يقول موقع بوست، حيث شنت مقاتلة التحالف 5 غارات جوية على المجمع الحكومي في ذمار والذي تتخذه ميليشيا الحوثي مقرا لمصلحة الجمارك. الميليشيا استحدثت المكتب قبل أشهر، وذلك بهدف فرض جمارك جديدة بعد فقدان الحوثيين سيطرتهم على المنافذ الجمركية التي تخضع حاليا لسيطرة الحكومة الشرعية. وخلفت الغارات على مقر المجمع الحكومي 4 شهداء و54 جريح حسب آخر إحصائية أصدرها مكتب الصحة في المحافظة، وجميعهم ممن كانوا داخل المبنى الحكومي. قال موقع بوست: في ذمار مقاتلة التحالف شنت غارة أخرى خلف جامعة ذمار بسبب محاولة الميليشيا إطلاق صاروخ باليستي. ننتقل الآن إلى زاوية المقالات، وفي الشأن المحلي تحديدا نطالع منها مقالا كتبه محمد المقرمي بعنوان: المحافظ الجديد لتعز وتحديات المرحلة. ويقول الكاتب: بعد 3 سنوات من الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي على تعز وتهدم البنية التحتية والجهود الحثيثة التي بذلها المحافظ السابق واستقالته لعدم التزام الحكومة الشرعية بالوعود والصراعات الحزبية بين مكونات المقاومة، جاء محافظ جديد بهوية مدنية يشبه تعز، مدينة الحب والسلام. صحيح أننا لا نعرفه جيدا، ولكن هذا لا يهم، وما يهمنا اليوم وهو المعيار الأساسي حب تعز. كان الناس يترقبون تحرير المدينة وينتظرون ذلك بفارغ الصبر بعد كل التضحيات التي قدمتها تعز، ولا يفكرون كثيرا بالإغاثة والجوانب الأخرى، إلا أن تأخير الحسم فاقم المأساة الإنسانية. وها نحن ندخل في العام الثالث من الحرب والتحديات تكبر معنا، حتى استعصت على المحافظ السابق الذي استقال بعد تقاعس الحكومة واشتداد الصراعات الحزبية ومراكز القوى التي هددت بقاءه في المحافظة. والجميع شهد زيارته لتعز ومن حاول اقتحام منزله في اليوم الأول والثاني لولا وفاء الأبطال الذين دافعوا عنه. لذلك فإن المحافظ الجديد أمام تحدي كبير لإنقاذ تعز أولا من عدوها الخارجي المتمثل بميليشيا الحوثي،
التي جاءت من كهوف مران مستعينة بقوى الحرس الجمهوري والأمن المركزي التابع للنظام السابق، وهذا لن يتأتى إلا بتوحيد الصفوف الداخلية للجيش الوطني والمقاومة. مشاهدين مصدر أونلاين قال بأن جماعة الحوثيين كثفت مؤخرا حملة لتجنيد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في العاصمة صنعاء وفي عدد من محافظات البلاد الخاضعة لسيطرتهم حسب ما قالت مصادر تربوية. ذكرت المصادر لمصدر أونلاين أن مشرفين حوثيين ينتمون للجماعة، وأن بعضهم ممن تم تعيينهم مؤخرا في سلك التربية والتعليم، وأنهم كثفوا نزولهم الميداني إلى مدارس أمانة العاصمة والمدارس في القرى بالمحافظات الغربية ووسط البلاد. وأفادت بأن الحوثيين ينظمون محاضرات للطلاب في مدارس البنين من الصف السابع إلى الثالث ثانوي، يحثونهم فيها على الجهاد، يشرحون لهم المفاهيم المزعومة للحركة الحوثية باعتبارها الإسلام الصحيح. وتحدث تربويون عن تكثيف النزول الميداني للمشرفين إلى المدارس بغرض استقطاب وحشد الطلاب للزج بهم في جبهات القتال. وتوزع الجماعة على الطلاب ملازم فيها محاضرات لمؤسس الجماعة حسين الحوثي، كما توزع ذاكرات للهواتف المحمولة تحتوي على الزوامل ومواد صوتية تحض على القتال. بعد 10 أشهر من الاحتجاز أطلقت ميليشيات الحوثي سراح باجحيش بديع الله سناني، وهو أحد موظفي الصليب الأحمر الدولي والذي احتجزته في صنعاء من دون إعلان الأسباب. وكان سناني قد احتجز في 5 أبريل الماضي مع والده الذي لم تطلق الميليشيات سراحه حتى الآن. منظمة الصليب الأحمر كانت قد دعت إلى إجلاء سناني بأسرع وقت ممكن، قائلة إنها لا تضمن سلامته على الأراضي اليمنية. وعلى صلة بالشأن المحلي، نطالع في جريدة الشرق الأوسط مقالا للكاتبة أمل عبد العزيز الهزاني بعنوان الكرة في ملعب الأمم المتحدة. بعد يوم واحد من محاولة فاشلة لاستهداف العاصمة السعودية الرياض من قبل ميليشيا أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران، شهدنا تحركا سريعا متزامنا باتجاهين من قبل تحالف دعم الشرعية. الأول كان قرارا تكتيكيا مهما بإعلان فتح الموانئ ومطار صنعاء لاستقبال المساعدات الإغاثية الدولية، وهذا القرار الكبير يستهدف مزيدا من التدفق للمساعدات من كل الاتجاهات مع ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. من جهة العمل العسكري، تحققت مكاسب سريعة للتحالف في وقت قياسي خلال ساعات فقط، فمحافظة شبوة التي كان يستخدمها الحوثي لتهريب السلاح أصبحت محررة باعتقال الإنقلابيين وتسليم عتادهم. ميليشيا الحوثي تعرف أنها تسير في منحدر منذ اغتيالها حليفها السابق علي عبد الله صالح، ولو كان الأمر بيدها لأعادته للحياة. الغضب الشعبي وتوالي الإعلان عن انشقاقات من المؤتمر الشعبي من أتباع الحوثي وانضمامهم للقوات الوطنية، كل ذلك ترك الميليشيا تعيد ترتيب نفسها وتنتقل إلى خط الدفاع في محاولة للتشبث بما تملك. 30 يوما المدة التي سمح فيها التحالف لميناء الحديدة بأن يظل مفتوحة. في هذا الشهر ستتواصل المواجهات وستتغير على الأرض أوضاع كثيرة وستحصل تحولات في ميزان القوى، لننتظر ونرى. ما تقوله الصحافة العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المتنوعة، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الحرب اليمنية دخلت مرحلة مظلمة بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، واغتيالهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 4 ديسمبر الجاري يعد نقطة تحول في الحرب. فإلى جانب الحصار المطبق للسكان وقطع جميع اتصالات الإنترنت
وحجب مواقع التواصل الاجتماعي. يقوم الحوثيون بمهاجمة المنازل بشكل مستمر، مستهدفين أي مشتبه في كونه من حزب المؤتمر الشعبي أو معارض لهم، وهكذا اقتادت الميليشيات مئات الأشخاص إلى أماكن مجهولة. أشارت الصحيفة إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الأساسية مثل الغذاء والوقود، وهو ما يهدد باستعار وتفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة من الأساس. هذه السيطرة بحسب الصحيفة تفتح حلقة جديدة في حرب اليمن، وتبرز الحواجز الهائلة التي تواجه المجتمع الدولي لإزالتها، كما تسلط الضوء على المصاعب التي تواجه التحالف العربي والحكومة الشرعية لإنهاء هذه الحرب، خصوصا بعد اغتيال الحوثيين الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي مدهم بالقوة السياسية والعسكرية. غذاء أقل لمياه أكثر في اليمن، هذا عنوان من صحيفة العرب الجديد، حيث أدت أزمة المشتقات النفطية وزيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع أسعار المياه، ليتحمل المواطنون اليمنيون أعباء مالية إضافية كانوا في غنى عنها، وهو ما دفع كثيرين إلى التقليل من مصاريفهم الخاصة بالغذاء لصالح توفير المياه. فائد سرحان هو من هؤلاء الذين راحوا يقتصدون بعدما ارتفعت أسعار صهاريج المياه. يقول للعربي الجديد: لدي شهريا مبلغ زهيد ومحدد لشراء الغذاء والمياه، وعندما ارتفع سعر وايت الماء كان لابد من تخفيض مشترياتنا من المواد الغذائية لتوفير المياه التي هي من أهم متطلبات الأسرة. ويشير سرحان إلى أن مشروع المياه الحكومي انقطع عن معظم الأحياء في صنعاء منذ بداية الحرب في البلاد، الأمر الذي جعلهم يعتمدون على مياه الآبار الخاصة ويشترونها ويقومون بشرائها بأسعار مرتفعة للغاية، وهذا عبء كبير عليهم، لا سيما أن المياه من الضروريات ولا يمكن الاستغناء عنها. وفي حين يضطر بعض السكان إلى تقليل استهلاكهم الغذائي إلى مستويات خطيرة أحيانا، وذلك من أجل تحمل تكاليف خدمات نقل المياه المرتفعة، يضطر آخرون إلى استخدام مياه ملوثة، الأمر الذي يزيد من عرضتهم يتعرضون لخطر الأمراض التي تنقلها المياه، وخصوصا بين الأطفال، وهذا وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وأيضا ما أكدته اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أفادت بأن نحو مليونين ونصف من اليمني لا تصلهم حاليا المياه النظيفة في مدن رئيسية، الأمر الذي يجعلهم عرضة لخطر الأمراض التي تنقلها تلك المياه. في الشؤون العربية والدولية نطالع مقالا في العرب الجديد للكاتب أمجد ناصر بعنوان حديث عابر عن اللغة العربية والأندلس، ويقول الكاتب: قبل أيام كنت أقرأ قصائد مترجمة لشاعر إسبانيا الكبير لوركا، لم تكن الترجمة جيدة، لن أسمي المترجم، لكننا لم نقرأ في العربية ترجمة شعرية فعلا للوركا الأسباني الأندلسي ذي الجذور الضاربة عميقا في التربة الأندلسية، في المعجم الأندلسي، في المجازات الأندلسية التي لها رنين عربي. ليس هذا مجال التفصيل في أمر هذا التأثير، لكن لا بد أن هذا حصل، وكان سيحصل من خلال المكان الأندلسي الذي لا يمكن تفادي أطياف العرب والمسلمين فيه، لا يمكن، لأنه أوضح من شمس غرناطة وأشبيلية وقرطبة، لأن النظرة الوحيدة كافية لترجع أزمنة لا تزال حاضرة في المعمار، الوجوه، الكلمات، التفرد في الشخصية الإسبانية عن سائر القارة الأوروبية. لا بد للعربية أن تحضر عندما يجتمع عربي وإسباني أو أبناء اللسان الأسباني حتى لو كانوا من المكسيك، كأن لا شيء يعرفنا اليوم على نحو منصف بعض الشيء سوى تلك اللحظة الذهبية الغابرة من ماضي الأندلس. قال لي الشاعر العجوز ذو الشعر الفضي المصفف بعناية فائقة: إن تأثيرات العربية لغة وثقافة في اللغة والثقافة الأسبانيتين أكبر من أن تحصى. ثم أضاف: للأسف هناك إنكار وتجاهل متعمدان لهذه المؤثرات العميقة الجميلة التي جعلت الأسبانية لغة مميزة بين اللغات الأوروبية، فهناك الكثير من النظرات والمفاهيم في الثقافة الأسبانية عربية الأصل، فضلا عن وجود عدد من الكلمات قد لا يحصى في اللغة الأسبانية المتداولة الآن.
وبينما كان فيغا يتحدث خطر لي أنني رأيت هذا الشخص أو صورته من قبل، ولما اقترب حديثه أكثر من الحياة العربية الراهنة بدا على معرفة طازجة بالأحوال التي عليها عرب اليوم. كانت نشوتي بالإرث العربي الإسلامي معادلة تماما لقنوطي من اللحظة العربية الراهنة، ومعادلة تماما ليقيني الواضح من استحالة استئنافه من النقطة التي توقف عندها. ألا يفسر هذا الطرب هذه النشوة لماذا يعيش العرب من دون سائر الأمم في الماضي؟ أجسادهم في الحاضر وعقولهم في الماضي. الماضي ماثل في حياتهم أكثر من حاضرهم، لكنه ليس حضور النقد والتساؤل والتفكيك، بل حضور التصنيم والعبادة. موقع شبكة بي بي سي تتساءل لماذا أثار العفو عن ألبرتو فيوجيموري رئيس بيرو السابق الغضب. في التفاصيل قال الموقع: رئيس بيرو كوتشينسكي أصدر عفواً عن الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري الصادر ضده حكم بالسجن لمدة 25 عاماً بعد إدانته بارتكاب جرائم تتعلق بحقوق الإنسان والكسب غير المشروع، وهو الأمر الذي أثار الغضب في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وكان فوجيموري قد نقل في وقت سابق من السجن إلى المستشفى بسبب انخفاض في ضغط دمه واضطراب في نبضات قلبه. وسائل إعلام محلية نقلت عن طبيبه المعالج أن أطباء القلب المتخصصين قالوا إن فوجيموري في حاجة إلى عناية طبية عاجلة. فوجيموري الذي تولى الحكم في الفترة من عام 1990 إلى عام 2000 يقضي عقوبة بالسجن 25 عاما لإدانته بانتهاك حقوق الإنسان. رغم بلوغه سن 70، وكما وصفت صحيفة القدس العربي، يواصل المدرس التركي المتقاعد قدير قره ممارسة رياضته المفضلة منذ 30 عاما، حصد خلالها الجوائز في المسابقات المحلية. قره معلم في ولاية نيغادا وسط تركيا، ويهوى ممارسة رياضة الجري، وأوضح أنه كان مولعا بلعب الكرة القدم حتى سن 40، حيث تعرض لإصابة وخضع لعملية جراحية في الأربطة أدت إلى عزوفه عن كرة القدم والتوجه إلى رياضة الجري. وكشف أنه حصد نحو 70 ميدالية و12 كأسا في المسابقات التي شارك فيها على مدار الأعوام 30 الأخيرة. وذكر قراه أنه أصيب بسرطان المعدة وخضع لعملية جراحية عام 2003، ورغم ذلك لم يفقد العزيمة وواصل التشبث بالرياضة والحياة. وأردف قائلا: بعد العملية قلت إني سأعيش، وآمنت بأن الرياضة ستبقيني على قيد الحياة، وبدأت بالجري مع إني لم أكن أقوى على ذلك، واستمريت في مزاولة الرياضة. وأوضح أنه حقق مؤخرا المرتبة الثالثة في ماراثون اسطنبول في الفئة 70-75 عاما، والمرتبة الأولى على صعيد تركيا في سباق بولاية في ولاية بورصة. الشخصيات الكرتونية الأشهر في العالم منها توم أند جيري تخسر رسامها، حيث وكما أوردت صحيفة البيان توفي رسام الكرتون الأمريكي بوب غيفنز الذي قدم للعالم شخصيات شهيرة ارتبطت بطفولة الملايين حول العالم مثل توم أند جيري عن عمر ناهز 99 عام. توفي غيفنز نتيجة فشل حاد في الجهاز التنفسي وفق ما ذكرت ابنته على موقع فيسبوك. مسيرة غيفنز امتدت على مدار 60 عاما، قدم خلالها شخصيات كرتونية أيقونية مثل توم أند جيري وباغز باني ودونالد داك وباباي وسنو وايت وألفن والسناجب. غيفنز حصل على وظيفته الأولى في شركة ديزني عام 1937 عندما عمل على شخصيات دونالد داك وسنو وايت، ثم التحق عام 1940 بشركة وارنر براذرز التي ابتكر فيها شخصية باغز باني. يذكر أن الكثير من الشركات اعتقدت في البداية بأن أعمال غيفنز لطيفة جدا بحيث لا تصلح لأن تتحول إلى كرتون، ولكن إعادة تصميمه للشخصية الرئيسية في لوني تونز منحته شهرة واسعة.
الحياة بما فيها من فرح ومآسي، تصورها عدسات مصور الديلي تيليغراف، ننقلها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابعها سويا في هذه الجولة. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من كشك الصحافة. شكرا لطيب المتابعة، وأترككم مع مجموعة مميزة من رسوم الكاريكاتير، وفي أمان الله. We'll be right back.